تنظيم هذه المسيرة اللي كتصادف يوم 14 نوفمبر 2013، اولا لان كاين حملة عالمية اممية ديال مناهضة العنف ضد النساء، ثانيا كان الذكرى ديال 25 نوفمبر اللي هي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وكذلك الذكرى ديال 10 جنبير اللي هي اليوم العالمي لحقوق الانسان، ايضا لان كاين سياق كاين سياق سياسي في المغرب مرتبط اساسا بوضع وزاره التضامن لمشروع قانون سمته بقانون لمحاربه العنف ضد النساء، وقد عرض على مجلس الحكومه واحيل على لجنه من اجل اعاده دراسته. فتحالف ربيع الكرامه اليوم الذي كان قبل تاريخ انعقاد مجلس الحكومة عبر عن موقفه الرافض لهذا القانون وضرورة مراجعته في بيان له، واعتبر بأن كان هناك إقصاء للحركة النسائية وعدم إشراك الحركة النسائية، وكذلك عدم اعتماد التجربة والخبرة والمعرفة والتخصص ديال الحركة النسائية في بلورة مشروع يناهض العنف ضد النساء. كذلك تحالف ربيع الكرامة أنجز دراسة نقدية تحليلية لهذا المشروع ووقف على مجموعة من الملاحظات السلبية لهذا المشروع بعد أن وقف أيضا على الملاحظات الإيجابية، ومن ضمن الملاحظات الإيجابية والخروج من عنق الزجاجة وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، وهي مسيرة من أجل الاحتجاج على العنف ضد النساء ومن أجل إدانة أقصى مظاهر هذا العنف اللي هي القتل، وكذلك من أجل المطالبة بقانون يناهض ويحارب العنف ضد النساء. مسيرة اليوم هي صرخة ضد العنف، هي صرخة ضد الحكومة التي تهمش الحركة النسائية وأساسا تحالف ربيع الكرامة، ومن أجل أن تأخذنا الحكومة بعين الاعتبار وأن تأخذ تصورنا لمناهضة العنف بعين الاعتبار، خاصة وأننا لدينا مشروعية مستمدة من تواصلنا المباشر مع مشاكل النساء، وكذلك من معرفتنا الموضوعية والعميقة بجرائم العنف ضد النساء.